الرحيم. شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تلقينا كتابا من السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مؤرخ في 3/10/2018، متضمنا قرار المجلس بخلو المقاعد الذي يشغلها النواب، وهم النائب أحمد عبد التواب محمد عبد الجليل وشهرته أحمد عبد التواب عن المقعد الفردي بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم، والنائب رفعت محمد جودة يوسف داغر وشهرته رفعت داغر عن المقعد الفردي بدائرة مركز زفتة بمحافظة الغربية، والنائب حسام توفيق محمد رفاعي وشهرته الدكتور حسام رفاعي عن المقعد الفردي بدائرة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك لوفاتهم إلى رحمة الله تعالى. وطلب إعمال المادة 108 من الدستور، ولما كانت المادة 25 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 قد نصت على أنه إذا خلى مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي. عينك على العالم.